عودنا عقولة سبيستون. تعود ولا ان شاء الله عمرينك ما تعود؟ ما حدا عم يستناك اساسا. عودنا. بالفيديو الماضي حكينا رؤوس اقلام عن شهر رمضان المبارك وطقوس شهر رمضان المبارك. اما بهذا الفيديو فحنحكي تفاصيل اكثر عن شهر رمضان وعن رمضان بسوريا تحديدا. حنحكي حاليا بتفصيل اكثر عن رؤية الهلال. بيتم استقبال شهر رمضان المبارك ورؤية الهلال عن طريق مختصين والمحكمة الشرعية العليا. هدول الجهتين بعد ما يشوفوا هلال رمضان بيروحوا ببلغوا القاضي الشرعي. القاضي الشرعي الأول بدمشق بيروح ببلغ رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو اللي بيعلن عن بداية شهر رمضان المبارك. المهم بيتم الإعلان عن بداية شهر رمضان المبارك في سوريا، وهون في عادات وتقاليد. هاي العادات والتقاليد بلشت من وقت ظهور الإسلام والفتوحات الإسلامية ببلاد الشام. وعلى فكرة العادات والتقاليد يلي موجودة بسوريا مانا سورية الأصل. شو يعني مانا سورية الأصل؟ هاي العادات والتقاليد تكونت مع مر الزمان من شعوب كثيرة، أكراد وتركمان وشركس وفرس وسقالبة وأتراك ومغاربة وبعض الشعوب الثانية. هدول كلياتهم هن اللي كونوا العادات والتقاليد اللي موجودة بسوريا حاليا، من حياة أو لباس أو أكل أو أي شيء تاني. يجينا للتراويح. صلاة التراويح هي عبارة عن 20 ركعة بيقوم فيها المسلم بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الوتر. طبعا ليش؟ لأنه صلاة التراويح هي سنة مانا فرض، وما في داعي إنه المسلم يصلي 20 ركعة 100%، بيقدر يصلي أقل. وشو يعني سنة؟ سنة يعني مانا إجبارية. طيب خلصنا صلاة التراويح مثل ما قلنا بالفيديو الماضي ونمنا وصحينا قبل الفجر وصار وقت السحور. وطبعا بوقت السحور بتسمع صوت بالحارة، هذا هو المسحراتي. المسحراتي هو الشخص اللي ما بنشوفه غير بشهر رمضان يلي وظيفته هي انه هو يفيق الناس على السحور. كيف بده يفيق الناس على السحور؟ يعني اكيد ما حيدق على الباب واحد واحد ويقولن فيقوا على السحور. بيكون معه طبلة وعود خشب. هي الطبلة وعود الخشب هدول اللي بدق فيهم لما بيكون ماشي بالحارات، يلي بصير يقول يا ابو محمد فيه ويا ابو عبده فيه ويا ابو فلان فيه. حتى بتذكر انه كنا نعطيه 5 ليرات او 10 ليرات بس لحتى يقول اسم حدا من عائلتنا. يا نايم وحد الدايم، فيقوا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم. المهم وبعيدا عن التلوث البصري اللي صار حاليا، هي هي فكرة المسحراتي. وعلى فكرة مهمة المسحراتي مانا جديدة، مهمة المسحراتي موجودة من ايام العصر الاموي، لأنه بهداك الوقت ما كان في موبايلات ولا أي وسائل تواصل متطورة مثل هلأ. ورغم هيك بقيت هاي العادات والتقاليد موجودة لحد هاد اليوم. طيب ومشان ما أطول عليكم خلونا ننتقل حاليا لفقرة السحور. شو بيكون موجود على سفرة السحور برمضان؟ لا لحظة، السحور مين والناس نايمين حبيبي؟ انت شكلك كتير عشتاق، بعدين ما شايف انه طلع الضوء وانت حضرتك بعدك عم تحكي؟ اختصر الله يخليك. لا خلقي يا زلمة، بعدين انت مين قانعك انه انت اللي عم تعمله كتير شيء عظيم؟ لوك 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 التعى قلبنا. يلا بنشوفكم بالفيديو الجاي. لك اخ بس رح يجي يوم تحسوا بقيمتي وستندمون. وهي كانت نهاية الفيديو تبعنا لليوم وبنشوفكم بالفيديو الجاي. تشوس. ناس ما بتعرف قيمة الشغلة اللي حتى تخسرها. شلون بيطفوا هاد؟